الحارس القضائي آخر أدوات النهب الحوثي لممتلكات الناس، تحت لافتة الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال الخونة. كيف يتم استغلال القضاء وتأجيره لمصالح الميليشيا لممارسة النهب الممنهج والتعدي على الممتلكات؟ أهلا بكم. قامت ميليشيا الحوثي بمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لانقلابها، مستخدمة بذلك سلطة القضاء للنهب والسيطرة على الممتلكات الخاصة. وكان فريق الخبراء قد كشف بتقرير له عن شبكة لميليشيا الحوثي ضالعة في تحويل الأموال التي يتم السطو عليها من ممتلكات المعارضين. الحجز على ممتلكات 1223 شخصاً وردت أسماءهم في كشف مرفق، من بينهم الرئيس هادي وعدد غير قليل من رجال الدولة، ناهيك عن شركات تجارية وتجار، ليمضي مسلسل النهب الممنهج على الأموال والتعدي على الممتلكات الخاصة والتجارية والتعليمية الخاصة، خصوصاً بعد أن أصبح القضاء أداة مطواعة تحت رغبة وأطمع الميليشيا. لماذا يغيب موقف السلطة القضائية الشرعية أمام هذا العبث والاستخدام؟ ما هي خيارات أصحاب الأموال والمؤسسات والجامعات إزاء هذا النهب؟ أين دور المجتمع وأعرافه الاجتماعية في رفض هذه الممارسات؟ هل أصبح جهاز القضاء أداة حوثية خالصة يستخدمها لشرعنة كل ممارساته؟ منذ بات القضاء مبرراً لجرائم الميليشيا، لم يتوانى الحوثيون عن زجه في كل معاركهم ضد خصومهم. في حملة الصفو الأخيرة على الممتلكات، تصدر القضاء مهمة النيل من خصوم الميليشيا والاستحواذ على أموالهم وممتلكاتهم. الحجز على ممتلكات 1223 شخصاً وردت أسماءهم في كشف مرفق، من بينهم الرئيس هادي ورئيس حكومته ومسؤولو الدولة وقيادات الأحزاب والجيش، ناهيك عن إيقاع الحجز التحفظي على أموال 35 برلمانياً قالت إنهم فارون من وجه العدالة. مئات المسؤولين ممن غادروا صنعاء تم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأموالهم ومنازلهم، وأجبرت بعض الأسر على توقيع حرمان بعض المعارضين من الميراث. الحارس القضائي أصبح اليوم غطاءً كاذباً لجرائم الميليشيا، فقد سيطر الحوثيون على شركات تجارية ومؤسسات مالية وإرادية وجمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وشركات اتصالات، منها الاستحواذ على شركة الاتصالات سبافون بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارات من محاكمها بتشكيل لجنة للحجز القضائي عليها. قطاعات المستشفيات والجامعات وقعت ضمن مسلسل النهب الممنهج والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة. تستكمل الميليشيا سيطرتها على كل مراكز المال والاقتصاد في البلد، والتي باتت تدر عليها أموالا طائلة. محاكمات يغلب عليها السرية، حيث تصدر الأوامر بتوجيهات من المشرفين. بات القضاء الحوثي أداة لشرعنة الجريمة وفق إجراءاتهم الباطلة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الباحث السياسي عادل الدشيلة هنا في الاستوديو، وسينضمه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير دكتور عادل. مساء الخير. الحارس القضائي هو ربما آخر لافتة يستخدمها الحوثيون لنهب أموال المواطنين والمؤسسات، كيف تتابع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الحارس القضائي هو ليس وليد اللحظة، هذه الفبركة، وهو موجود منذ دخول الحركة الحوثية العاصمة اليمنية صنعاء، ولكن كان تحت مسميات أخرى. طبعا الحركة الحوثية من خلال تعيين مثل هذه الشخصيات تريد يعني التمويه، كي لا يكون هناك يعني الوضوح في الملفات أو حتى في القضايا أو حتى في الأموال التي يتم نهبها من قبل المواطنين. وبالتالي تم يعني تعيين هذه الشخصية، وهو مرتبط بعبد الملك الحوثي مباشرة. ومهمة هذه الشخصية هو حجز أموال المعارضين والأبرياء وحتى الشخصيات السياسية، ولاحقوا حتى تخيل يعني حتى سيارات بعض المسؤولين في النظام السابق، لاحقوهم حتى إلى منازلهم وأخذوا بعض السيارات على هؤلاء. إذن الحركة الحوثية عندما تقوم بمثل هذه الأعمال هو يأتي في سياسة النهب الممنهج،
والسلب الممنهج، لأنه بعد أن سطت الحركة الحوثية على مؤسسات الدولة بشكل كلي وأنهت كل ما له علاقة بالمواطن اليمني، بدأت في نهب يعني المؤسسات الخاصة، تم نهب جامعة العلوم والتكنولوجيا، تم نهب جامعة آزال، تم نهب أيضا مؤسسة صالح، تم نهب أيضا مؤسسة اليتيم، تم نهب أيضا مؤسسة جامعة خاصة تتبع أولاد وزير الداخلية السابق العليمي، تم نهب حتى أتخيل نهب مقرات الأحزاب السياسية، الجمعيات الخيرية. الآن بعد أن سطوا على كل المعونات الدولية وأيضا على الأموال العامة، بدأوا الآن في مسلسل النهب يعني من الأموال الخاصة من خلال المعارضين. تأخرت ربما، يعني مثلا جامعة التكنولوجيا قبل فترة تم ذلك، برأيك ما سر هذا التأخير خاصة يعني وهم يستخدمون أموال الناس للعبث ولأخذها وتعيين من يشاءون عليها؟ طبعا هم لديهم منهجية، المنهجية الحركة الحوثية يعني السلب المتسلسل، سلب متسلسل، لديهم منهجية يعني في حاجة الأولويات، مثل ما يقولوا فقه الأولويات، إذا الحركة الحوثية عندها يعني ويسمى أيوة، فعندهم الأولوية، يعني الأولوية نبدأ بالمؤسسات العامة ثم المؤسسات الأكبر ثم بعد ذلك الشخصيات. الآن هناك حتى في 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 علاقة استراتيجية بين بعض التجار والحركة الحوثية، أغلب يعني الآن من تقوم الحركة الحوثية يعني بتنصيبهم على مثل هذه الأعمال هم تجار السلاح، تجار السوق السوداء. هذا صالح الشاعر هو تاجر سلاح، أيضا في شخصيات مرتبطة، ومع الأسف الشديد هناك تهريب حتى في من المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، ويتم هذا التهريب عبر شخصيات موجودة في الشرعية اليمنية ولها علاقة أيضا بالحركة الحوثية. إذن نحن نعرف جيدا بأنه الميليشيات لا يمكن أن تترعرع إلا في ظل انغياب أو القيادة التام لمؤسسات الدولة، وهذا ما يحصل اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء. إذن لا جديد في الموضوع، واضح يعني القضية واضحة وضوح الشمس في ربعة النهار، ولا يمكن أن 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 توقف هذه المهزلة داخل العاصمة اليمنية صنعاء ما لم يتم إنهاء الانقلاب، ومن ثم تشكيل لجان قانونية واقتصادية وقضائية لملاحقة هؤلاء واسترداد ما نهبت هذه الميليشيات في المستقبل. نعم، إذن هذا الاستخدام السيء للقضاء دكتور عادل، يعني ألا يستغرب ألا يتم كشفه من قبل الشرعية والسلطة القضائية التابعة لها؟ طبعا القضاء يعني مجلس القضاء الأعلى شكليا الشرعية اليمنية، هناك ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن المؤسسات القضائية موجودة في العاصمة اليمنية صنعاء، المعهد العالي للقضاء، المؤسسات النيابية وأيضا القضائية، وأيضا وينبغي أن نعرف نقطة واحدة وهي أن أغلب أعضاء المجلس أو القضاء هم من أبناء الطبقة الهاشمية، وبالتالي من يدينون بالولاء الأيديولوجي للحركة الحوثية، وبالتالي يتغاضوا عن الجرائم التي تقوم بها الحركة الحوثية. مع الأسف الشديد ما يسمى بوزارة العدل تستلم مرتباتها حتى اللحظة، يعني حتى أليس اللحظة مستغربة؟ وهذا دليل يقول نريد تحييد القضاء، قد ربما هناك ضغوطات سعودية على الحكومة اليمنية بأنه لابد أن تصرف مرتبات هؤلاء أي وزارة العدل، لكن أنت تصرف لهم مرتبات حتى يخرج بحكم قضائي عليك بالإعدام، أليس ذلك متناقضا؟ طبعا هم الحركة الحوثية لا تستخدم القضاء إلا في القضايا الحساسة، مثلا ما يسمى بمحاكمة رئيس الدولة، محاكمة الكذا، وكأنهم دولة أو سلطة شرعية، لكن في النهب والسلب لا، لم يستخدموا القضاء، استخدموا ما يسمى بالحال القضائي، جاءوا بشخصية عسكرية من خارج القضاء، ويقوم هذا الشخص يعني مثلا يقوم محجوز يعني محتجز أو يسمى على حاجز من قبل النيابة ومن قبل الحارس القضائي، ومثل ما يحصل في صنعاء. الحركة الحوثية لا تستخدم القضاء إلا في الشأن السياسي وفي قضايا أخرى تريد أن تحاكم بها يعني خصومها السياسيين، أما بالنسبة ما يخص الجانب المادي أو الجانب الاقتصادي تقوم تستخدم شخصيات من خارج القضاء وشخصيات عليها عدة علامات استفهام من ضمنهم صالح الشاعر وأيضا فارس مناع وشخصيات أخرى، هؤلاء تاريخهم أسود في التهريب والسلاح و نعم. إذن عندما يأتي الحوثيون بمثل هؤلاء الذين ذكرتهم صالح الشاعر أو أسامة ساري على للحجر على ممتلكات الناس، يعني ما الذي يمكن أن نتوقع من تجار سلاح وبلطجية ويعني خبراء في النهب؟ يعني ما الذي تتوقع من شخصية كأسامة الساري؟ النطيحة وما أكل السبع ومن هذه الشخصيات، هؤلاء عبارة عن يعني لا أريد أن أستخدم مصطلحات ضد هذه الشخصيات، ولكن يعني أنت الآن في حكم ميليشيا
والميليشيات من ينتمي إلى الميليشيا المسلحة كما ذكرت لك كانوا سابقا منهم من كانوا تجار مخدرات وتجار في الحشيش وفي التهريب في الحدود السعودية وأيضا في حدود سلطنة عمان. إذن الحركة الحوثية لا يمكن لها أن تستخدم شخصيات نزيهة كي تمارس القضاء بطريقة صحيحة، شخصيات مشهود لها بالنزاهة، يعني مشهود لها بالعدل والثقة والأمن وما إلى ذلك. هي تستخدم مثل هذه الشخصيات التي لا يهمها القيم الإنسانية ولا يهمها حقوق الآخرين بقدر ما يهمها أن تنفذ ما يملى عليها، وبالتالي تحصل على بعض العائدات المالية أو الاقتصادية أو حتى السياسية. وبالتالي لا ليس بغريب أن تستخدم الحركة الحوثية مثل هذه الشخصيات، ما يسمى بأبو علي الحاكم وشخصيات أخرى سواء كانت عسكرية أو سياسية. الميليشيات في أي بلد في العالم لا تستخدم إلا تجار السلاح وأيضا زعماء الحروب وأيضا قادة العصابات لتنفيذ أهدافها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. وبالتالي لا جديد في الموضوع ولا وينبغي ألا نستغرب أن نستغرب مثل هذه الأعمال، لكن ينبغي أن نوثق هذه الأعمال لكيف. وأنا أؤكد لك أنه لا يمكن على الإطلاق بأن يكون هناك أمن أو أمان أو سلام داخل العاصمة اليمنية صنعاء، ولا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية مع هذه العصابات إلا بهزيمتها عسكريا طال الزمن أو قصر. أما أن نظل نتحدث عن هذه القضايا هي موثقة، هناك تغير دولية تحدثت. نعم، عند هذه النقطة دكتور عادل، يعني تقرير مثل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي كشف مثل هذه الممارسات وخاصة الدور الذي يقوم به صالح الشاعر المقرب من عبد الملك، ما الذي يمكن أن يترتب عليه ذلك؟ الكثير من التقارير ولكن عمليا لا نجد أي خطوات حقيقية لإيقاف كل هذا العبث. طبعا عندما نتحدث عمليا نحن في مرحلة حرب، عندما مؤسسات الدولة يعني خارج التغطية تماما لا تعمل. أين هو جهاز الدولة؟ أين هو جهاز الرقابة والمحاسبة؟ أين هي مؤسسات القضاء حتى في إطار الدولة اليمنية؟ حتى في الإيرادات داخل مثلا في المحافظات المحررة لا يتم حتى هناك يعني تنسيق داخل في إطار الدولة اليمنية. إذا نحن غياب تام لأجهزة الدولة سواء في المناطق المحررة أو حتى في المناطق التي تشرف عليها أو تسيطر عليها الحركة الحوثية. إذا لا يمكن أن نتحدث عن الشفافية، لا يمكن أن نتحدث عن تطبيق القضاء، لا يمكن أن نتحدث عن القانون في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد. نحن أمام عصابات، والعصابات يعني أدخلت البلد في نفق مظلم. عندما تتحدث عن القضاء أنت لا تتحدث عن القضاء الآن، عن أي قضاء أنت تتحدث؟ أنت لا تتحدث الآن. لو تريد أن تواجه الحركة الحوثية في صنعاء وتقول أنا هذه الأموال خاصة بي وأنا مستعد أن يعني للمثول أمام القضاء، سيقول لك أنت داعشي، أنت إرهابي، أنت كذا. أنت أمام عصابات مسلحة. هذه العصابات لا تعترف بالقانون، جاءت من أدغال الكهوف، جاءت من غبار الأرض، جاءت من غبار التاريخ. هذه العصابات جاءت بفكر همجي دخيل على الشعب اليمني. إذا أنت تتعامل مع عصابات مثلها مثل أي عصابة أخرى في قارة أفريقيا أو حتى في ليبيا أو حتى في بلدان أخرى. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا عبد الباسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامي عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ عبد الباسط. مساء الخير أستاذة عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عبد الباسط. برأيك إلى أين وصل مسلسل النهب وللأموال الخاصة تحت عنوان الحارس القضائي؟ ما كشفه تقرير الخبراء الأممي مؤخرا وأيضا يعني تقارير إعلامية سابقة حول ما تسمى بالحارس القضائي الذي تحاول ميليشيات الحوثي من خلاله عبر يعني استخدام القضاء لنهب أموال وممتلكات خصومها السياسيين، بالإضافة إلى تدمير القطاع الخاص. ما هو إلا حلقة مصغرة من ضمن عملية النهب التي تطال كل شيء في العاصمة صنعاء وجميع المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. هناك يعني تدمير هائل في القطاع الخاص عبر ما يسمى بالحارس القضائي، يعني استهدف سواء عقارات ومنازل ممتلكات خصومه السياسيين من قيادات الحكومة الشرعية ومن قيادات الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى نهب وتدمير كلي ل 400 مؤسسة ما بين تجارية ما بين خيرية ما بين أيضا تعليمية. وآخر هذه الحلقات كما تقرؤون وكما تسمعون هي محاولة السطو الكامل على جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهي من أكبر الجامعات اليمنية الأهلية الموثوق في تدريسها وفي تقديم جودة في التعليم بحسب التصنيفات الدولية.
يعني هذه أكبر عمليات تدمير ممنهج للمؤسسات وللقطاع الخاص، بالإضافة إلى 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 مصادرة ممتلكات جميع خصومات السياسيين، كما دأبت على ذلك يعني من قبل أجدادها، يعني الأئمة من قبل، في مصادرة كلما يتم لل أو كلما في محاولة لإسكات الخصوم السياسيين. نعم، إذن برأيك ما هي خيارات المواطنين وأصحاب أو ملاك هذه المؤسسات والجامعات في ظل سيطرة الحوثيين على جميع مفاصل الدولة في صنعاء؟ يعني ما الذي يمكن أن يقوموا به؟ هل يظلوا يتفرجوا على حقوقهم، على حقوقهم وهي تنهب بهذا الشكل؟ ميليشيات الحوثي من انقلابها عطلت كافة مؤسسات القضاء، هناك يعني قضاء صوري فقط، بينما يتم تدجين هذا القطاع وحوثنة هذا القطاع، أيضا قطاع القضاء، وأسمته يعني عندما أرادت أن تسيطر على كافة الممتلكات وعلى المؤسسات هذه بما فيها المؤسسات إرادية، بعد استكمالها نهب كافة مؤسسات الدولة، أسمته الحارس القضائي، وما هو إلا حيلة استخدمته ميليشيات الحوثي من يعني استغلال واضح للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من خصومها. يعني من الجيد أن تقرير الخبراء الأممي وقبله تقرير مركز العاصمة الإعلامي تطرق إلى اسم الشخصية التي تقوم بعملية النهب الكبير ما يسمى بالحارس القضائي، وهو صالح مسفر الشاعر. ما دام أن الاسم معروف ضمن القائمة السوداء للشعب اليمني، فهو يعرف غرماءه في حال يعني استعادة الدولة سلطتها على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. هؤلاء الشخصيات التي تقوم يعني بمصادرة ونهب وتعذيب اليمنيين وارتكاب الجرائم بحقهم، سواء على المستوى الشخصي سواء على مستوى ممتلكاتهم وأموالهم، هؤلاء هم مطلوبون للعدالة، وهم أول من سينتقم منهم الشعب اليمني في حال استعادة الدولة، وهم سيكونون في يعني في قائمة في القائمة السوداء لاستهدافهم والتنكيل جراء ما قاموا به بحق أبناء الشعب اليمني. نعم، دعني أسألك أستاذ عبد الباسط، أين هو دور الحكومة الشرعية في ظل ما يحدث، خاصة يعني وإذا ما علمنا أنها ما زالت حتى الآن تدفع رواتب جهاز القضاء الحوثي حتى اليوم؟ طبعا يعني نصف قيادات الحكومة من وزراء، من مستشارين للرئيس، أيضا من مدراء عموم، من مسؤولين كثر في الحكومه، قامت ميليشيات الحوثي بمصادره ممتلكاتهم، اكثر من 1400 شخصيه قامت ميليشيات الحوثي بتجنيد ارصدتهم، بنهب منازلهم، البعض الاخر اختطفت يعني اقاربهم، وبالتالي فمنظومه الشرعيه هي اكبر يعني هي اكبر متضرره من جراء هذه العمليه، عمليه النهب الكبيره والمصادره. وبالتالي حتى الآن دور الحكومة ضعيف، لا يرقى فقط إلا إلى البيانات الإعلامية والرفض الحقوقي فقط، لا يوجد أيضا مساعي كبيرة من أجل يعني ما زالت الحكومة الشرعية للأسف تدفع رواتب القضاة داخل العاصمة صنعاء، وهذا أمر مؤسف جدا. يعني هناك قطاعات كبيرة من موظفين حكوميين، سواء أساتذة الجامعات وغيرهم، لا يلقون أو يعني لا يتم استلام مرتباتهم، بينما يعني الأولوية بالنسبة للحكومة هي رواتب القضاء، وهذا مؤسف جدا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الباسط الشاجع، رئيس مركز العاصمة، مدير مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني هناك نهب مقنن وممارسات تقوم بها ميليشيا الحوثي، البعض يقرأها بأنها يعني تريد دفع العديد من رؤوس أو من أصحاب رؤوس الأموال إلى إخراج رؤوس أموالهم إلى خارج البلد، أو يعني كبيئة طاردة لهؤلاء، هل تعتقد ذلك؟ طبعا الحركة الحوثية عندما نقول يعني تقوم يعني بسلب مكنن، لا، ممنهج، سلب ممنهج، أما القانون هو خارج حساب هذه الميليشيات المتمردة. بكل تأكيد حتى الحركة الحوثية عندما دخلت إلى العاصمة اليمنية صنعاء قامت بنهب العملة الصعبة، وأيضا
تم إيداعها في الخارج باسم شخصيات تدين بالولاء لهذه الطبقة التي استولت على الحكم بقوة الحديد والنار في العاصمة اليمنية صنعاء. وحتى هناك تقارير تتحدث بأن الحركة الحوثية هربت أموال يعني من داخل صنعاء إلى بعض الدول التي يوجد للحركة الحوثية فيها مكاتب بما في ذلك طهران وبيروت. وحتى يعني رؤوس الأموال اليمنية بكل تأكيد عندما وجد يعني الشخصيات الاقتصادية أو رجال المال والأعمال عندما وجدوا بأنه لا مستقبل اقتصادي يعني لهم في البلد أخذوا يعني أو قاموا بتجميع أموالهم ومن ثم خرجوا وقاموا يعني باستثمارها في الخارج. اليوم ونتيجة لهذا لطرد الأموال أو العملة الصعبة من الداخل وتم استنزافها وصلنا إلى حالة التضخم الاقتصادي وانهارت العملة. وحتى أصبح هناك سوق سوداء في عملية الصرافة في الآن. مثلا الصرف في صنعاء يختلف عن الصرف في مأرب والصرف في مأرب يختلف عن الصرف في عدن وهكذا. إذن عندما يعني يكون هناك يعني حرب مثل هذه الحرب العبثية داخل البلاد بكل تأكيد سيكون هناك السوق السوداء، سيكون هناك طرد لرؤوس الأموال. أو يعني الآن أصبحت البلد مكدسة بالعملة الداخلية، تضخم بالعملة الداخلية. أما الدولار والعملة الصعبة هي خارج الأراضي اليمنية. وحتى التجار وهناك يعني لو 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 جئنا نبحث في الموضوع بشكل اقتصادي، وهذا ليس من يعني من تخصصنا، في خبراء في المجال الاقتصادي من يفهم في الموضوع أكثر منا. يعني الآن أصبح البلد يعيش يعني في مرحلة اللا دولة، أصبح البلد يعني يعاني من يعني أزمة اقتصادية خانقة، أصبحت العملة الصعبة غير متوفرة. حتى الدولة اليمنية نفسها لم تستطع أن يعني تفي بالتزاماتها لو لم يكن هناك بعض ما يسمى بتغطية السعودية أو ما يسمى بمعونة السعودية تم إيداعها في البنك المركزي داخل العاصمة اليمنية أو داخل العاصمة المؤقتة عدن. ويعني الآن لا يتم التصرف بهذه الأموال بطريقة يعني سيادية، وإنما عبر الإدارة السعودية. مثلا الإدارة السعودية تسمح للحكومة اليمنية بأن مثلا تقوم يعني بضخ ما يعادل 100 مليون دولار أو 200 مليون دولار في السوق المحلية. إذن هناك نهب ممنهج، والحركة الحوثية استفادت من الوضع الراهن وأمنت نفسها في الخارج. وحتى التقارير الدولية تحدثت بأنه تم تهريب كثير من الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، وهناك يعني متورطون في هذه العمليات بما فيهم أيضا من داخل الشرعية وبما فيهم الحركة الحوثية. نعم، إذا يعني كنت سألت الأستاذ عبد الباسط عن يعني ما هي خيارات المواطنين الدكتور عادل؟ يعني هل يعقل أن يتم نهب ممتلكاتهم، أن يتم إخراجهم من شركاتهم وإحلال بدلاء عنهم يعني دون أي ردة فعل؟ ما الذي يمكن أن يقوم به؟ لا، طبعا الحركة الحوثية هي يعني السطو المسلح، لا يتم على الشخصيات العادية أو المواطن العادي، يتم يعني السطو على رجال المال والأعمال من لديهم يعني اقتصاد أو لديهم عملية تجارية كبرى. أما بالنسبة للمواطن اليمني فيتم نهبه من خلال فرض الجبايات على هؤلاء المواطنين، مثلا من خلال ما يسمى بالخمس، ما يسمى بالدعم المجهود الحربي، ما يسمى بدعم المقاومة، ما يسمى بالجهاد، دعم الجهاد، ما يسمى. إذن المواطن اليمني في الأخير هو الضحية، وبالتالي المواطن اليمني لا يمكن أن يتجرأ وأن يقوم. يعني أنت أمام ميليشيا مسلحة، يعني الآن حتى يعني الرؤوس يعني حتى التجار من يعني يوجد لديها الآن تجارة داخل العاصمة اليمنية صنعاء يخضع للحركة الحوثية بشكل مباشر. وأنا أعرف شخصيات يعني اقتصادية يتم التواصل بها مباشرة ما يسمى بأبو علي الحاكم أو شخصيات أخرى، أدفع كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أدفع كذا. ما الذي بيده يعني غير الرضو؟ لأن حتى هل لديه حلول أخرى يعني؟ طبعا حتى هؤلاء التجار لا 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 لا, لا يجدون الحلول الأخرى. ونحن لو جئنا نبحث يعني جيدا في تاريخ الدولة اليمنية، حتى كانت الدولة اليمنية السابقة نفس الأسلوب يعني في السوق السوداء والتجار وكذا وكذا، وبالتالي التجار أيضا، وبالتالي حتى هؤلاء التجار يعني الحركة الحوثية تبتزهم وهم لا يمتلكون أي خيار آخر سوى الدفع ويعني الخضوع الكامل للإملاءات الحوثية، وإلا معنى ذلك على أن يغادر البلد. وبالتالي إذا غادر قد ربما أن يخسر يعني تجارته وأن يخسر يعني أمواله داخل البلاد، خصوصا إذا وجد لديه يعني مؤسسات داخل صنعاء. طبعا أغلب رؤوس الأموال هاجرت،
موجودين في اسطنبول، موجودين في اسطنبول، موجودين في القاهرة، موجودين في السعودية، في أبو ظبي، في حتى في مناطق أخرى، كل في الأردن هربوا كلهم. يعني الآن لم يتبقى إلا من يوجد لديه عملية تجارية، يعني إرادة تصدير الحاجات الأساسية بما في ذلك يعني مثل معدات أو ما شابه ذلك، وإلا أما الاستثمار الحقيقي ورؤوس الأموال هاجرت وخرجت في الخارج، وأصبحت الآن الدول مثلا في الأردن استثمار في كذا كما ذكرت لك. إذن البلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة، والمواطن الضعيف هو من يدفع الثمن. وبالتالي لا، أنا من وجهة نظري الشخصية أو باعتقادي بأن المواطن اليمني لا يستطيع أن يقوم بأي شيء ما لم يكن هناك دعم حقيقي من الدولة التي تحميه والتي تمثله بالمفهوم القانوني والعسكري والسياسي والأخلاقي والديني والشرعي. إذن المواطن اليمني ينتظر وطال انتظاره من يخلصه من هذه الميليشيات المسلحة. وأنا يعني باعتقادي أنه أنا كما ذكرت في بداية الحلقة، نحن نعيش في مرحلة حرب، ونحن في حرب مع هذه الميليشيات من شتى الجوانب، أيديولوجية، سياسية، اقتصادية، عسكرية. المستقبل سيكون لأبناء اليمن، لكن متى؟ نحن نريد تطبيق العدالة الانتقالية، فشلنا في تطبيقها في العام 2012 في العام 2011 و2012، فشلنا في تطبيق العدالة الانتقالية، وبالتالي تورطنا إلى ما هو أكبر اليوم. إذن الآن عندما نصل إلى أي عملية سياسية في المستقبل لابد من تطبيق العدالة الانتقالية، إذا أردنا أن يكون هناك أمن وسلام واستقرار، وأن يكون هناك سيادة القانون والقضاء، فلا بد من تطبيق العدالة الانتقالية على كافة الأطراف. أي طرف متورط في قضايا اقتصادية، سياسية، عسكرية، أي نوع كانت، لابد أن يتم يعني محاكمته، ولا بد أن يخضع للعدالة الانتقالية. غير ذلك معنى ذلك أنه حتى وأن توصلنا إلى عملية سياسية ستكون هشة، وما هو إلا يعني تجميد للصراع لفترة زمنية محددة، ومن ثم نعود إلى دوامة العنف في مرة أخرى ما لم يكن تطبيق العدالة. ما الذي بيد الحكومة؟ قلت بأنها يجب أن تساعد هي المواطن هذا المغلوب على أمره، كيف يمكن أن تساعده وهي من نفسها خارج وهو يرتاح تحت قبضة؟ طبعا الحكومة اليمنية لم يتم مساعدتها. حتى الحكومة اليمنية الآن عندما يعني نحن ننتقد الحكومة اليمنية، والحكومة اليمنية يعني غارقة في الفساد، لا أحد ينكر ذلك، لكن الدولة اليمنية أصبحت الآن محاصرة إقليميا وداخليا. تم يعني الآن الحكومة اليمنية ليس بيدها القرار، الحكومة اليمنية ضعيفة، هي تخضع لصانع القرار السعودي، وهناك ميليشيات في الجنوب وميليشيات في الغرب وميليشيات في الشمال وميليشيات في الوسط وميليشيات، والحكومة اليمنية أصبحت الآن لا تستطيع أن تقدم شيء للمواطن اليمني، لأنه البلد يعني الآن تفكك إلى كانتونات متناحرة على أسس جهوية ومناطقية وقبلية وعقائدية، وبالتالي الحكومة اليمنية أصبحت طرف. الحكومة اليمنية ليست الآن مسيطرة على الوضع عسكريا وسياسيا واقتصاديا. مثلا في المناطق المحررة، هل الحكومة اليمنية تستطيع أن تساعد المواطنين بفتح الموانئ والمطارات؟ ليس بيدها القرار. حتى الحكومة اليمنية أصبحت ضعيفة في الواقع ولا تستطيع أن تقدم شيء ما لم يتم مساعدتها من دول الإقليم. إذن صانع القرار في الإقليم هو من يتحكم بدفة الحكم داخل الأراضي اليمنية، ولا إذا أراد أن يسمح الحكومة اليمنية فباستطاعته أن يترك الحكومة اليمنية أن تقوم بواجباتها القانونية في هذه المناطق، وستبسط الأمن والاستقرار وتنفذ قرارات الدولة. إذن اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ مصطفى. برأيك ما هي الأثار الاقتصادية المترتبة على ما يقوم به أو ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استيلاء على ممتلكات الناس الخاصة تحت لافتة الحارس القضائي؟ في تصوري أن هذه الخطوات غير القانونية والتي تعد نوع من أنواع النهب المنظم تحت غطاء قانوني ولا يستند إلى أي مبررات منطقية أو مبررات حقيقية، وبالتالي سوى مصادرة أموال الغير بصورة علنية وبصورة واضحة. في تصوري أن هذه لها آثار اقتصادية كبيرة تتعلق أولا بمضاعفة حالة الانكماش الاقتصادي الذي يعيشها اليمن، لأنه في ظل هذا حالة التغول على الممتلكات الخاصة ومصادرة الممتلكات، هذا يضاعف حالة الانكماش والتردي الاقتصادي في البلد. من غير المنطقي أن يحدث حالة من النمو الاقتصادي أو يعني نمو في الاستثمارات
وغيرها في ظل هذا الوضع الذي تتم فيه مصادرة أموال بصورة غير قانونية بعدة مبررات لا تستند إلى دستور ولا تستند إلى قانون، وبالتالي هذا يجعل الوضع الاستثماري حالة الوضع الاستثماري في حالة انكماش كما قلت، وناهيك عن أنه أيضا يضاعف من الحالة الاقتصادية المتردية في مسألة ضعف توليد فرص العمل غيرها من الآثار السلبية التي تؤدي إلى خسائر كبيرة سواء كان فيما يتعلق بالقطاع الخاص أو بالعائدات للمؤسسات الحكومية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة الناس. هذه أحد مظاهر الفشل الاقتصادي، وبالتالي أصبحت يعني يتكون اقتصاد خاص بالجماعة وتديره هذه الجماعة عبر مستثمريها عبر شركاتها، وبالتالي هي تعمل على إحلال وضع أو اقتصاد بديل لهذا الاقتصاد الموجود، لكن أيضا هذا الاقتصاد البديل لا يغطي احتياج 30 مليون يعني من المواطنين اليمنيين، وبالتالي يتضرر قطاع الشعب بأكمل جراء هذه الممارسة. نعم، برأيك أين تذهب هذه الأموال أستاذ مصطفى؟ هل تذهب لي يعني خزينة البنك المركزي فرع صنعاء أم إلى المجهود الحربي للجماعة؟ للأسف الشديد من غير الواضح أين تذهب هذه الأموال. كثير منذ أكثر من 5 سنوات تم مصادرة كثير من الأموال، شركات، مؤسسات، مصادرات أموال بصورة مباشرة، وكل هذه الأموال لم نرى لها أثرا، لم تحول للبنك المركزي ولم أيضا تحرز، أو على الأقل يتم محاكمة علنية أو حتى صرفها للموظفين الذين يمر عليهم أكثر من 3 سنوات دون مرتبات. هذه الأموال تحت هذه المبررات يتم يعني مصادرتها، لكن لمصلحة من وكيف، هذه كلها للأسف الشديد معلومات غامضة وغير معلنة. نعم. برأيك يعني ما الذي يمكن أن يقوم به أصحاب هذه الممتلكات التي يتم مصادرتها؟ يعني نعلم تماما كم عدد رؤوس الأموال التي هاجرت جراء التعسفات الحوثية وطرق النهب التي يقومون بها، ولم يتبقى إلا القليل ربما الخدمي الذي يعني هناك خدمات يقدمها للناس ويستفيد من خلالها. أين يمكن أن يذهبوا أو كيف يمكن أن يتصرفوا؟ للأسف الشديد هذه المسألة لها وجه قانوني في الحقيقة، أنه يفترض أن المؤسسات القانونية الرسمية التابعة للحكومة تتخذ إجراءات معينة عبر النائب العام وعبر المؤسسات القضائية بتجريم هذه التصرفات، لكن للأسف الشديد الجهات الرسمية والقضائية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا لم تحرك ساكن تجاه هذه الممارسات كلها، وهذا يعني خلل كبير يعود إلى ضعف وترهل جانب الحكومة الشرعية، الحكومة المعترف بها دوليا. هذه نقطة. النقطة الأخرى تتعلق بغياب البديل أيضا. كثير من رؤوس الأموال الذين يعني يريدوا نقل أموالهم إلى مناطق الحكومة أيضا تلك المناطق لم تستقر بعد، وأيضا هناك حالة من العبث، وأيضا لم يفعل أداء المؤسسات الرسمية، لا توجد جهة واحدة تضبط العملية الاستثمارية وعملية إدارة الأموال، وبالتالي هم يواجهون أيضا نهب من عصابات متعددة وبأسماء وأوجه متعددة، ناهيك عن عمليات التدخل وأيضا في مسألة عمليات الاستيراد والمواد المحظورة وغيرها، وبالتالي نحن في الحقيقة أمام مشهد معقد للغاية يدفع ثمنه الاقتصاد اليمني ويدفع القطاع الخاص ثمن باهظ
ويدفع كل المعارضين أيضا لجماعة الحوثي ثمن نتيجة هذا التصرفات غير المسؤولة في نهب الممتلكات بصورة لم يسبق لها التاريخ مثيلا إلا في عهود الإمامة عندما كان يتم مصادرة الأموال بذات الطريقة. فبالتالي هذه الإشكالية الكبيرة أنه يعني لم يجد رؤوس الأموال أي طريقة إلا نقل أموالهم إلى خارج البلد، وهذا حدث خلال الفترات الماضية، لكن أيضا هذا ليس حلا. كثير من رؤوس الأموال أصولها موجودة في اليمن، وجزء كبير من استثماراتها لا تستطيع أن تنقل كل استثماراتها إلى خارج البلد. نعم، إذن برأيك ما هو يعني قيمة تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي كشف عن هذه الممارسات في صنعاء، وخاصة الدور الذي يقوم به شخصية مثل الصالح الشاعر المقرب من عبد الملك الحوثي؟ تقارير لجنة الخبراء هي تستند إلى معلومات يتم جمعها من قبل هذا الفريق، وهي يفترض أنها أدلة يتم استخدامها للضغط على الطرف الذي يمارس هذا الانتهاك عبر الأدوات الدولية، عبر الأدوات القضائية المحلية، وعبر تفعيل هذه القضايا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بالضغط على هذه الأطراف. لكن نحن أمام إشكالية حقيقية فيما يتعلق بجماعة الحوثي، أنها جماعة لا تعترف بكل المواثيق الدولية، وبالتالي من الصعب الضغط عليها في الالتزام بقرارات معينة. لكن هذا لا يعني أن يتم السكوت على هذه الممارسات، على الأقل يتم رفع دعاوى وإدانة هذه الجماعة وهذه التصرفات، لأنها اعتداء على حقوق وملكية الناس تحت هذه الممارسات الغير قانونية، وبالتالي هي ممارسات تضر أولا بالأشخاص الذين يتعرضون لهذا الانتهاك بشكل مباشر والشركات والقطاع الخاص، وتضر أيضا الوضع الاقتصادي ككل، يتأثر منها المواطن اليمني ككل. الآن يعني معظم أكثر من 80% أكثر من 85% نسبة الذين بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأصبح جزء كبير من الشعب يعتمد على المساعدات ويعتمد على أيضا يعيش فقر شديد، وبالتالي هذه كلها نتائج لهذه الممارسات التي يوما عن آخر تزداد وتيرتها وتزداد بشكل غير يعني في ظل غياب أي قوة رادعة توقفهم عند حدهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني هذا المسلسل الذي تقوم به ميليشيا الحوثي من النهب لم يتوقف فقط على ممتلكات الناس أو شركاتهم الخاصة أو يعني من جامعات وجمعيات وما إلى ذلك وشركات، هناك أيضا يتم الحجز على ممتلكات ومنازل أكثر من 35 برلماني تقريبا من ضمن بقية المعارضين وغير المعارضين حتى لا يخرجوا خارج صنعاء، كيف تقرأ ذلك؟ طبعا أنا كما ذكرت قبل قليل أو في بداية الحلقة، كل شيء وارد من قبل هذه العصابات الميليشياوية المسلحة. الحركة الحوثية عندما تتصرف لا تتصرف بعقلية دولة، تتصرف بعقلية ميليشيا مسلحة، والميليشيا المسلحة في أي بلد في العالم تتصرف بعقلية السلب والنهب، يعني بلغة الآلة الحاسبة. الآن الحركة الحوثية عندما تقوم بمثل هذه الأعمال داخل العاصمة اليمنية صنعاء يزيدنا يقينا وأيضا إيمانا بأننا نواجه عصابات مسلحة، وبأننا نواجه عصابات لا تؤمن بحق الآخر ولا تؤمن بالقيم التي نتشاركها مع هذه الجماعات المسلحة أو الجماعات الميليشياوية الطائفية. الحركة الحوثية استخدمت كل ما لديها من أوراق، استخدمت تفجير المنازل،
استخدمت نهب خصوم المنازل الخصوم، استخدمت تدمير من يعارضها يعني اقتصاد او ايديولوجيا او فكريا من خلال تدمير المؤسسات الدينيه، سواء ما يسمى تبع التيار الجامي في او المدخلي في 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 دماي الحركه السلفيه، وتم استهداف دور التحفيظ التابعه للاصلاحيين، نقولها هكذا بكل وضوح. تم استهداف ايضا جامعه الايمان، تم ايضا استهداف الجامعات، اما بالنسبه للجامعات الحكوميه فقد تم السطو عليها، وتم ايضا يعني السطو المسلح على الجامعات الاهليه، وتم ايضا الاتيان بشخصيات حتى في جامعه صنعاء. يقول بعض الاكاديميون نحن جاءوا لنا بشخصيات لا نعرف من اين جاءوا، دكتور على طول معين رئيس قسم او رئيس الجامعه او كذا كذا، من اين جاءوا؟ هل لديهم سبقه علمي؟ هل لديهم يعني اسماء كانت هل جاءوا من الكهف؟ من اين جاءوا؟ الله اعلم. فيندرج هذه الاعمال تندرج يعني ضمن المخطط او الاسلوب الاجرامي الذي تمارس الحركه الحوثيه ضد كل من يعارضها. اليوم هناك يعني هذه ال 35 كما ذكرت انت ما هي الا غيظ من فيض، هناك نهب ممنهج، هناك يعني سلب، هناك سطو، سواء مسلح بالقوه بالقهر بالقوه داخل العاصمه اليمنيه صنعاء. العاصمه اليمنيه صنعاء تحولت الى سجن مغلق، وهذا السجن المغلق كما انا ذكرت في حلقه سابقه يعني من يقوم بحراسته وحوش في هيئه بشر. الحركه الحوثيه تستخدم كل ما بيدها من وسائل لقمع هذا الشعب، لقهر هذا الشعب. تخيلي ما الذي يراد المؤسسات التعليميه؟ حول المؤسسات التعليميه الى مراكز المعسكرات، حولوا المدارس الى اماكن لتخزين الاسلحه، حولوا يعني اغلقوا المدارس وحولوا شبابنا الى ما يسمى بمراكز التعليم فكر ما يسمى بعبد الملك الحوثي او ما يسمى بفكر يا حسين الحوثي. اليوم في جامعة صنعاء تناقش ملازم حسين الحوثي، وهذه الملازم كانت عبارة عن دردشة في مجالس القات، ويتم أيضا إعداد رسائل الماجستير وداخل العاصمة اليمنية صنعاء. إذن كل شيء وارد من الحركة الحوثية. أيضا أستاذ الدكتور يعني نعلم تماما كيف نما اقتصاد الحرب رغم يعني كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، لكن هناك السيارات الفارهة، هناك الفيلا التي تم بناؤها، هناك الشركات الجديدة، هناك العديد من يعني الاقتصاد الموازي للفقر الحاصل. برأيك يعني من خلال هذه العمليات النهب التي يقومون بها، هل يستمر الحوثيين في حربهم بهذا الشكل؟ ستستمر الحركة الحوثية بكل تأكيد في هذا الشكل، ودعيني أوضح لك نقطة. ضمن المخطط الإقليمي التغيير الديموغرافي للمدن العربية، صنعاء تندرج في هذا المخطط. الآن عندما ذكرت أنت يتم شراء وبناء الفلل، الحركة الحوثية عبر من يدين بالولاء المطلق طائفيا وعقائديا وأيديولوجيا للحركة الحوثية، الآن يتم شراء بعض المنازل في العاصمة اليمنية صنعاء، وتم تغيير حتى الوجه المشرك لبعض الحارات. مثلا أصبحت منطقة حزيز منطقة مغلقة، أصبحت منطقة الجراف منطقة مغلقة، مناطق أخرى في الروضة، مناطق أخرى حتى في قلب العاصمة اليمنية صنعاء. إذن هناك تغيير ممنهج للسكان ومن خلال شراء هذه الأشياء يعني العقارات، مثل ما يحصل اليوم في سوريا في الشام ويحصل في العراق وحصل في جنوب لبنان او حصل في الضاحيه الجنوبيه لبيروت، يتم الان داخل الان مثلا حتى العقارات تعتبر في صنعاء من اغلى عقارات العالم داخل صنعاء. الان اصبحت العقارات يعني بشكل جنوني، عندما تريد مثلا ان تشتري يعني قطعه ارض يعني بعشرات الملايين من الريالات. اذا الحركه الحوثيه ستستمر في هذا النهج، نهج السلب والاجرام، حتى يتم هزيمتها عسكريا. هي دخلت عسكريا، لا يمكن ان تخرج من المشهد الا عسكريا. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الباحث السياسي عادل دشيلة، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام بحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.